عدنا من جديد. الاكس راي هذه ديمونستريت، احنا ما دام قاعدين نشوفه في التريكيا معناها هذا ابر لوب في اليمين وابر لوب في اليسار، في سواد، ما دام سواد معناها هو في الريه هيك، وكيف معناها كافيتي هذا، تمام. كافيتي سراوندد باي كونسوليديشن، قلت لك ديما لما تشوف كافيتي تحاول تشوف هل في ديبندنت سوفت تيشو كومبوننت فيها، خصوصا في الكورونا، لان هذيك بتكون مايسيتوما اللي هي اسبرجيلوما، اكيد العلاج حيكون ديفرنت. ونصيحه لزملائي في الاشعه، لما تلقى كافيتي في الابر لوب والبيشنت بتاعك في بيشوف في الوول، مرات تلقى انيوريزم في الوول، اوكي يسموه ريسموسن انيوريزم، هذا يبي امبولايزيشن وكويلينج باش ما يصيرش هيموبتسز. اوكي المهم شنو ثاني نشوف احنا كونسوليديشن اهو واقف هنا تو يا سيدي، لو وقفنا هنا هذه اما سيجمنت احنا قاعدين جهه الكراينه، معناها احنا عندنا ندير خط انا للاعاده افاده نقول في الكلام، معناها هذه الانتيريور سيجمنت ابر لوب، هذه السوبيريور سيجمنت لور لوب، انتيريور سيجمنت ابر لوب وسوبيريور سيجمنت لور لوب. هنا الابيرنس هذه شنو قلنا عليها احنا؟ هذا زي خطيط هيك والتفرعات نتاعها، هذه التري امبط، تمام، هذه التري امبط ابيرنس، هذه نشوفوها زين 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 وندير لها سكرين شوت، تمام، ونخزنوها عندنا، تمام. هذه التري امبط ملتيبل يسموهم سنتري لوكيولر نوديولز وذ تري امبط ديستريبيوشن demonstrated in the left upper loop, lingula, as well as the anterior and the lateral and posterior segment of the left lower loop. تمام. واضح جدا ان الكلام doesn't fit, doesn't match the covoid. واضح جدا ان احنا عندنا consolidation و upper loop cavitation و tree in bud. If you put all the stuff together, هذه feature متاع تي بي بوست برايمري تي بي، تمام، وصير له ريأكتيفيشن والبيشنت هذا اكيد بتاعنا انفكتيف. فانت لما بتشوف حاجه زي هيك يا حبذا انك انت تكون لابس الماسك بتاعك المحدد لهذا النوع من الانفكشنز، والمريض هذا يتم تحويله للساريه والا الامكان ليتعامل مع ديبارتمنت يعني مع التي بي. يس، هذا طبعا حيكون ديفينتلي سمير بوزيتيف وسبيوتم بوزيتيف، تمام، جود. صار احنا تعلمنا ان احنا كيف نشوفه فيتشر الاكتيف تي بي، فيتشر البوست برايمري تي بي. البوست برايمري تي بي يحب دي ماشيني الابر لوب، تمام، ابر لوب والا السبيريو سيجمنت اوف لور لوب. اشوف معايا زي ما قلت لكم بكري الابيكو بوستيريو سيجمنت هي اللي موستلي افكتد، تمام، وحتى هنا ها السبيريو سيجمنت بتاع الليفت لور لوب حتى هي انفولفد، وهذا امكان التي بي. ديما لما بتشوف تي بي بتشوف الكافيتيشن، بتشوف لو فيه اسبرجيلوما، بتشوف السراوندينج كونسوليديشن، التري امبد، الافيوجن، نيوموثوركس، برونكوبلورال فيستولا، وباقي الكومبليكيشنز بتاع التي بي، لانج ابسس، امبايما، اند سو اون اكسترا اكسترا. تمام، جود. شوفوا الحاله اللي بعدها. تمام. كارديك اريست 45 years old. I should have. موريتش الفيتشر. اوكي، وحيده وحيده مع بعضنا. اول حاجه هذا شنو؟ اندوتريكيال تيوب، وبيني وبينكم اندوتريكيال تيوب فيري لو، انه واصل لقريب للكراينه. فانت لما بتشوف حاجه زي هيك وانت راديولوجيست، كلم جماعه الاي سي يو، قول له راهو التيوب فيري لو، لان التيوب المفروض شويه يعني دافه هالبلوطه شيت الكراينه، المفروض يكون ميد واي بتوين الثوراسيك انلت والكراينه التيوب، تمام؟ فهو دفع دفع ديستال، فممكن يزرق في اي مكان ويدير له كل لابس. المهم بنجيب وحيده وحيده دو. شن هي الفايندنج اللي نشوفها؟ ديما اول سؤال بتساله لروحك، انا نشوف في بياض، بياض هذا نشوف في البرونكو فاسكولار ماركينج من خلال اي اس، اذا فهو جراوند جلاس، تمام، جود. انا جراوند وين امكانه؟ اول شيء شن هو الباثولوجي وين امكانه؟ تمام، امكانه والله موجود في الابر لوب، لان احنا نشوف في تريكيا ابر لوب يمين ابر لوب يسار، موجود في الابر لوب، تمام. جود، فهمت انا منو اللي خربش لي هذا من بكري على الشاشه بتاعي؟ الحصيله شن ثاني موجود في الانتيريور سيجمنت والسوبر سيجمنت بتاع الليفت لور لوب، وموجود في الميدل لوب، وموجود في اللينجولا، موجود يعني في كل مكان. نبغى نعرفه تو، هل هو
سنترال والا والا بيريفيرال. انا فهمت شو في حد قاعد قاعد يلعب في الشاشه بتاعه. فهمت القصه هذه. يلا ربي يهديك وخلاص. الحصيله هل الكونسوليديشن بتاعنا سنترال والا بيريفيرال؟ سنترال طبعا، يعني بات وينج ولا ريفرسد بات وينج؟ بات وينج مش بيريفيرال. با شن تاني عندنا احنا؟ عندنا تشوف الاختطاط هما هذوما سيبتال ثيكنينج. تمام هذوما كلهم خطوط متاع سيبتال ثيكنينج. جود معناها اوكي ما هيش هذيك الكلاسيكال كريزي بيفينج، لكن اوكي هل الموضوع هذا ماتشز الكوفويد نيومونيا؟ لا، لان شيني سنترال، لان بات وينج. تمام لان بات وينج ف doesn't match. بنجو هنا يا سيدي الحديث بالحديث يذكر البات وينج كونسوليديشن. انت لما تلقاه اول شيء بتشوف هل المريض كاردياك بيشنت ولا لا، لان البولمونري ايديما هيك تبان. تمام هل المريض بتاعنا كاردياك بيشنت والا لا؟ شين تاني بنشوفه؟ كان سيدي المريض ماهوش كاردياك بيشنت والهارت ماهوش انلارجد، لان مع البولمونري ايديما برضه بتلقى كارديوميجالي، بتلقى مرات بلورال افيوجن وهكذا سيبتال ثيكنينج. هذا اللي رناه اللي هم الكيرلي بي لاينز، هذول اللي كنا نقولهم فيهم قبل في الميديسن. لو المريض ماهوش كاردياك بنساله المريض يكح في دم ولا ما يكحش في دم؟ لان لو المريض يكح في دم راه الالفيولار هيموريج يبان هيك. تمام يعني مرات البيشنت هذا يطلع لك جود باستور ديزيز، بولي ارثرايتس نودوزا، جماعه هذوك هم الفاسكولايتس اللي يكحوا في دم. تمام ولا عنده الفيولار هيموريج لاي سبب ثاني، والله ممكن الانتي كوجلنت اللي محطوط عليها لاين ار بتاعها في السمه وهو قاعد ينزف. شن ثاني يبان هيك؟ الجماعه الزملاء في الانفكشوس ديزيز كده شابحين الموضوع هذا، هل في حالات البي سي بي اوكي نيموسيست سينيمونيا حتى هي بات وينج كونسوليديشن. تمام المهم الحاله هذه انت لما بتشوف الباترن هذا اوكي عنده شويه بلور ديفيوجن حتى ولو، وعنده بتدير ديسكريبشن لكل الفايندينجز اللي موجوده. تمام صار كونكلوجن هذا ماهوش كوفويد، هذه في الاخير طلعت ان هي كارديوجينيك بولموندري اديما. هنا الهيستوري من جديد مهمه. تمام هنا ذاتس واي انها نفكر فيكم بالحاله اني قال لك كارديك ارست. تمام ففيري امبورتنت، يعني انت بسماعتك بتحط سماعتك بتسمع تلقى بيزل كريبيتيشن، بتشوف الهيستوري، بتدير سماعتك في ودنك تشوف هل في ميربر بتاع مايترال بروبلم وهكذا. يعني الحاله اللي بعدها recent travel from endivic. اوكي المفروض فوتناها احنا السيناريو هذا. 24 ساعه كونفيوز والتمبريتشر بتاعها عالي ودي ساتوريتد. بنفوتوا الاكس رايات بنمشوا لي سيتي سكان. تمام نجي وحيده وحيده، شنو هو الفايندينج اللي مين اللي احنا نشوفه فيه في الاكس راي هذه؟ في بياض. تمام البياض هذا اللي نشوف فيه، نشوف في برونكو فاسكولار ماركينج من خلاله؟ لا. اذا هذا شنو؟ كونسوليديشن. اوكي في ارياز بتاع جراوند جلاس لكن مينلي الموضوع كونسوليديشن. تمام نجو حيده حيده نسال روحنا الاسئله بتاعنا. كونسوليديشن فيتشر بتاع كوفويد؟ يس. تمام بس كونسوليديشن الكورونا باي بيزل اكثر. هذا الابر، احنا لما بنمشي لوطه هذا لور، معناها باي بيزل اكثر. منطقي ممتاز. يونيلاترال باي لاترال باي لاترال، بيريفيرال اكثر ولا سنترال اكثر؟ بيريفيرال اكثر وبوستيريور اكثر. تمام قبل ما نتسرع فيه كافيتيشن مرات كونسوليديشن، فيه كافيتيشن مرات نيكروتايزنج نيومونيا تطلع. ما فيش كافيتيشن باه اصبروا، فيه نيوموثوركس ما فيش نيوموثوركس. تمام فيه هيك هوموجينس لوبر كونسوليديشن؟ لا موضوع بيريفيرال وباتشي. فيه بلورال افيوجن؟ ما فيش. هذا كل البياض اللي تشوفوا فيه بياض الكونسوليديشن. تمام اذا كل الفيتشر بتاعنا بتاع اللي اجينست الكورونا مش موجوده، والكونسوليديشن هو اللي بريدومينيتس. اصلا انت بينك وبين نفسك عارف ان المريض هذا من الهيستوري ان ليه مده عنده
كورونا. فاحنا عارفين ان تقريبا بعد اليوم العاشر يبدا الكونسوليديشن اوضح من الجراوند كلاس. احنا كنا في البدايه جراوند كلاس في ممكن تكون يونيلاترال اسيمتريكال, بعدين تولي بايلاترال, بعدين تولي مالتي لوبر, بعدين نقول له في مرحله كونسوليديشن. فهذا ولو بنجو نديله اسسمنت وسكور اندكس, ابر لوب مضروب, ارياس في الميدل لوب, واللور لوبس حتى هو مضروبات, معناها هذا اكثر من 75%. معناها ديما بتتوقع ان المريض هذا خصوصا لو عنده ريسك فاكتور, لو الايج بتاعه كبير معناها مشكله المريض هذا مشكله, معناها بعد مده هذا بيولي لك الموضوع confluent areas of consolidation وبتخش في الباترن بتاع الاكوت ريسبيراتوري ديستريس. حتى من الديساتوريشن هو يعني ممكن حتى بعد يخاش ممكن. دي هو هذا خمسة لوبس مضروبات وفي كونسوليديشن وان شاء الله ربي يشوف فيه. تمام. اللي بعدها الحالة اللي بعدها ما تخافوش, يعني مش هنحطر عليكم, عارف اللي عنده التزامات وكذا بإذن الله. running out of time, مازال يا رجل the meeting ends in 10 minutes, خلينا بسرعة ما لنا نتم موضوعنا. هذه very tricky, ركزوا معي, يعني مرة بنحط مثال tricky. نشوفوا في abnormality, yes, بياض ground glass اهو ابيض باهي, وقفت الصورة هنا. تو شوف معي, احنا تو هنا lower, كل ما نمشي فوق ground glass. احنا عندنا ground glass صح, لكن باي ابيكال ولا باي بيزل هنا اكثر ابيكال. فيري تريك الحاله هذه ما هيش كوفيد 19. المسج اللي بنوصله من هنا ما يغركش الجراوند جلاس اللي موجود في الصوره, الديستريبيوشن بتاعها مهم. هنا راهو ميد تو ابر اكثر من لور. الحاله هذه طلعت ان هي فيجنرس جرانيولوماتوسس. اوكي, فيجنرس جرانيولوماتوسس عارف انه هو كونسوليديشن كافيتيشن, لكن ممكن يبان جاست انه هو جراوند جلاس في السي تي سكان. تمام, شوي بنحاول نسرح عنه. صار المسج, شوف الديستريبيوشن بتاعك. تمام, presented للاي دي with respiratory distress سيتي من جديد, وحيدة consolidation و ground glass الزوز, consolidation ground glass, consolidation consolidation شوية ground glass. good, by basal peripheral أكثر peripheral ماشي للسنتر. أوكي, لكن peripheral by basal تقريبا كل اللوبس. هل هي هذا السيناريو ماشي مع كورونا؟ يس, ماشي مع كورونا. الimportant positive negatives مش حن خلاص مش حنقدر نقعد نقول فيهم كل مرة, سامحوني لأن we are running out of time. تمام, مش لازم حتى الهيستوري هنا سيتي. هذه فيري تريكي, فيري 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 تريكي. هذه صعبه جدا 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 جدا. الكونسوليديشن هنا اوكي, اللي نشوفه فيه جراوند جلاس وفي كونسوليديشن, لكن هنا هذه الحاله معذور ان يغلطوا فيها. لكن لو تلاحظ ان الكونسوليديشن سوري الجراوند جلاس متبع البرونكو فاسكولار ماركينج. شنو تعني بالبرونكو فاسكولار ماركينج؟ هذا البرونكوس وين ماشي, بعدها بلاد فيسل وين ما يتفرع. فالكونسوليديشن تلقاها هنا متبع البرونكو فاسكولار ماركينج اكثر من كونه بريفرال. هذه فيري تريكي. هذا الكلاسيكال باترن كان تعرف قبل H1N1 الاوت بريك بتاعها بالضبط هيك تبان H1N1. تمام, حتى هي جراوند جلاس لكن ماهيش بريفرال اكثر, كونسوليديشن فولوينج برونكو فاسكولار ديستريبيوشن, فماهيش كلاسيكال لكورونا الحالة هذه. تمام, فيفر سادن اونست اوف ديزني من جديد, فايندينج بتاعنا عندنا احنا اريا اوف جراوند كلاس هنا, فوكال اريا اوف جراوند كلاس في الجهه هذه, جراوند كلاس هنا, جراوند كلاس هيا هنا, اها جراوند كلاس بالريفرال من جديد, مفيش افيوجن, مفيش نيموثوركس, مفيش كالسيفي, مفيش كونسوليديشن, مفيش لوبر كونسوليديشن, مفيش نيموثوركس, مفيش تري امبد, هذوما اللي ما نبهمش. والكونسوليديشن بتاعنا شنو؟ بريفرال, الجراوند جلاس بريفرال.
وتقريبا كل اللوبس. فعناها احنا هذه هل هي لما نشوف هذه هل هي ماشيه مع كورونا؟ يس اوكي ماشيه مع كورونا، لان الضروري الكلينيكال سيناريو يكون ماشي مع الموضوع. جود. اللي بعدها فيفر اند ديزني اكين. سوري سامحوني بديت نجري لان الموضوع بيهرب مني. من جديد طقطق الابر لوب اموره تمام، انتيرو سيجمنت انتيرو سيجمنت سوبر سيجمنت سوبر سيجمنت امورهم تمام. اها احنا عندنا كونسوليديشن في بوستيريور سيجمنت تاع لور لوب اون ذا رايت سايد. هل هذا ممكن يكون كورونا؟ يس. كيف؟ احنا قلنا الكورونا ايرلي ممكن ان هي تكون يونيلاترال وباتشي خصوصا رايت لور لوب تمام. فهذا هل هي كان فيت وذ كورونا؟ يس. والبيشنت هذا يندر له بي سي ار وتشوفوا له برنامج مع جماعه الساري تمام. الحاله اللي بعدها CT scan increase in shortness of breath و 77 years old. هذه مهمه جدا، هذه مهمه. احنا شنو هو الباترن؟ ماشين 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 ماشين. اها عندنا احنا هنا مشكله في اللور لوب، لكن زي ما تشوف هنا اختطاف هذوما هلبا برونكيكتسس. الدويلات هذوما اللي اكثر من رو هذوما هوني كومينج وسبتال ثيكنينج وهلبا فايبروتيك باندز. فهذه ماهيش كلاسيكال فيتشرز لكورونا. هذه ماشيه اما مع حاجه اسمها فايبروتيك نون سبيسيفيك انترستيشال نيومونايتس ولا يوجوال انترستيشال نيومونايتس اللي هي نلقاها مع الكونكتيف تيشو ديزيزز ومع الايديوباثيك بالمونري فايبروسس. فدي مركز ان احنا البريدومينانت فيتشر هنا تاعنا اللي هي السبتال ثيكنينج والفايبروتيك باند والبرونكيكتسز، ماهيش فيتشر بتاع كورونا. دورين هذا يتحول لجماعه الريسبيرتوري ويديروا ميتنج مع جماعه الروماتولوجي يشوفوا بالضبط شنو اما كونكتيف تيشو ديزيز عندها. الحاله اللي بعدها اكيوت ريسبيرتوري ديستريس اكيوت ريسبيرتوري انفكشن 15 years old. ممتاز. من جديد ما بيش يغيب عليكم انا الباترن هذا، يقلبوني يقلبوني يقلبوا. عشان عندنا براعم اوكي، عندنا تري امباد ديستريبيوشن اوكي. فتري امباد انا قلت لك اكثر شيء احنا في بلادنا نفكر في تي بي، لكن مش ديما تي بي. هلبا فول ليست اوف ديفرنشال دايجنوس ممكن انك انت تقرا، لكن تي بي انتل بروف الانتروبيس. نمشي للحاله اللي بعدها. بيشنت بريزنتد وذ كاف شولدر تروما ادلت. هذا باترن ثاني مهم. نقول لك مسج ديما خصوصا جماعة الريسبيراتوري، لما تلقى هذا التوسع هذا برونكيكتسس، لما تلقى احنا طبعا قاعدين في الابر لوب انا التريكي قاعده هيك، لما تلقى برونكيكتسس في الابر لوب سنترال البياض هذا ميوكس فسط البرونكيكتسس، هذه الجلافد فينجر ابييرنس سنترال باي ابيكال برونكيكتسس وذ جلافد فينجر ابييرنس. ولا تفكر في الالرجيك برونكوبلمونري اسبرجيلوزس، كان البيشنت بتاعك ازماتيك ومش ريسبوندنج للعلاج، هو ها هو قدامك سبب علاش مش ريسبونسيف للعلاج. يعني سنترال برونكيكتسس ميوكس بلاجنج فيتشر للالرجيك برونكوبلمونري اسبرجيلوزس. سامحوني من جديد انا قاعد نجري. من جديد بنقول لك ان هنا كونسوليديشن وفسطه كافيتيشن اوكي، فهذا نيكروتايزنج نيمونيا. اوكي كونسوليديشن فسطه كافيتيشن، فهذه كافيتي في النيمونيا نيكروتايزنج نيمونيا. في الادلت بتفكر في كريبسيا لا ستريب ولا فانجل انفكشن كان اميونو كومبرومايز تمام. اللي بعدها ايوه في حاجه مهمه جدا، لما تلقى نوديولز حواليهم هاله، نوديولز بيض حوالينهم هاله اقل بياض منها، يعني نسموهم احنا جراوند جلاس هالو او هالو ساين. هو تشوف فيه هذه النوديول حوالينها هاله اقل بياض منها، هذا لو المريض اميونو كومبرومايزد ومش ريسبونسيف للعلاج، خصوصا لو ادالك في هيموبتسز. هذه الاير واي انفيزف اسبرجيلوزس يبان بالشكل هذا، نقط بيض نوديولز بيض
وحوالينهم هالوساي، هالة من البياض. طبعا انت عارف ان الاسبرجيلوس يطلع خمسه فيتشرز في السيتي سكان بتاع الجسم. تمام. من جديد هي هيك بالضبط، اهي ماس ملتيبل ماسز وحوالينهم هاله بالجراوند جلاس، هذا اسبرجيلوسيس. تمام. هيك تمت الحصه بتاعنا. نتمنى من الله ان نكون يعني حضرنا اضافه ولو بسيطه، ونتلاقوا ان شاء الله في محاضرات قادمه. ولا تنسوا، شكرا لك يا دكتور نزار، لكن تمنيت فيه على الاقل سي تي لنيوموتوراكس ولا كذا هيك، لكن مره ثانيه وبارك الله فيك ان شاء الله الجايات باذن الله، حنتلاقوا على الخير ان شاء الله وبارك الله فيك. شكرا دكتور نزار، بارك الله فيك. شكرا دكتور نزار، بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا يا دكتور نزار، بارك الله فيك. شكرا.